ولسه مكملين معاكم فقراتنا، فقراتنا لسه ما خلصتش، وفقرتنا الثانية هنتكلم فيها عن إطالة العظام. إيه هي إطالة العظام وإيه هو الجديد في إطالة العظام؟ ده هنعرفه من الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو، الدكتور ياسر البطراوي، أستاذ طب وجراحة العظام. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، شرفتنا. دكتور، هو في فعلا ممكن يحصل إن إحنا نعمل عملية إطالة عظام؟ آه طبعا، يعني اتكلمنا قبل كده على الموضوع ده كتير، يعني ان تقدم العلم دلوقتي خلانا نقدر نعمل عمليات تطويل عظام. كان عمليات تطويل العظام ابتدت من الخمسينات او الستينات، وبعدين تطور الاجهزه وتطور المسامير المستخدمه حولها من ان احنا نقدر نعمل حالات مرضيه او نعالج حالات مرضيه بس، الى اننا دلوقتي بنعمل تطويل تجميلي، يعني واحد قصير عايز يطول، ف المسألة تطورت طبعا. طب مين الحالات يا دكتور اللي فعلا بتحتاج ان هي تعمل عملية إطالة عظام؟ حضرتك ذكرت ان هو ممكن كتجميل، لو حد قصير القامة ممكن ان هو نعمل له عملية إطالة. هل في أجزاء معينة نقدر نعمل فيها عملية إطالة؟ في أجزاء معينة في الجسم ممكن يعني نعمل فيها عملية إطالة، ولا بغض النظر الإيد أو الرجل ممكن نعمل عملية إطالة؟ طبعا احنا حضرتك لما بنطول بنطول الأطراف، يعني احنا مش بنطول الجذع مثلا أو العمود الفقري، احنا بنطول الأطراف بس، الساقين تحت الركبة أو فوق الركبة أو الاثنين، والأطراف الدراعات على حسب بقى، يعني بتختلف الموضوع على حسب الحالة نفسها، من حالة تقزم مثلا، يعني شخص قزم أو شخص طبيعي بس قصير القامة وعايز يطول. بتختلف ازاي يا دكتور؟ يعني هل لو مثلا حد قزم ممكن ان هو يبقى عنده فرصه ان هو يعوض المشكله دي بعمليه اطاله عظام؟ هو الاقزام يعني ليهم بروتوكول مخصوص، ان احنا القزم مثلا هيوصل طوله 120-125 من غير عمليه. فالقزم عايز يوصل المتر ونص علشان يقدر يؤدي الوظائف الطبيعيه اللي احنا كلنا بنعملها، نقدر نفتح الاوكرا بتاعه الباب، نقدر نستخدم البابليك فون او التليفون العمومي، نقدر نفتح الاوكرا بتاعه الشباك اند سو اون. القزم ليه بروتوكول معين ان احنا محتاجين نطوله 25-30 سنتي على الاقل، فده ما بيجيش بعمليه واحده وما بيجيش من عمليه من مكان واحد. فلازم عشان يحصل تناسق في شكل الجسم لازم نطول جزء من الساقين تحت الركبه، جزء من الفخدين، تمام، وممكن نرجع نعيد الموضوع تاني، وطبعا لازم نطول الدراعين علشان يبقى فيه تناسق في شكل الجسم. فالقزم بنحب نبتدي فيه من بدري، بنحب نبتدي مثلا من سن 10-11 سنه. لا يفضل اطلاقا ان احنا نبتدي قبل السن ده، لان للاسف بشوف برضو حالات معموله بدري، الا لو كان في تشوه، يعني لو في تشوه في الساقين بضطر ابتدي بدري. بس ليه يا دكتور ما نقدرش نبتدي قبل، يعني يفضل ان احنا ما نبتديش بعد السن ده؟ ما نبتديش قبل السن ده، قصدي حضرتك قبل اهي قبل يعني قبل السن 10 سنين، لان حضرتك يعني ثبت علميا او في الدراسات الحديثه ان عمليات التطويل بتعمل تثبيط لمراكز النمو او ابطاء لمراكز النمو الطبيعيه. فانا التطويل التجميلي اللي هو واحد شخص قصير القامه عايز اطوله، بنحب نبتدي مثلا بعد سن 14-15 سنه. القزم هبتدي فيه من بدري، ببتدي مثلا من 10-11 سنه، لكن ما يفضلش قبل كده علشان ما ياثرش على النمو الطبيعي بتاعه. وبتبقى يا دكتور المسافه اللي احنا فعلا نقدر نطولها للقزم هي 25، حضرتك ذكرت 25 ل 30 سنتي، ده اقصى اطاله؟ يعني ده بنحصل عليه من عمليتين او ثلاثه تطويل. خلينا نجاوب على السؤال ده بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مره ثانيه، خليكم معنا. ورجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم فقراتنا. لكن قبل ما ابتدي اسئلتي مع الضيف، في اتصال معانا. مدام وفاء، اهلا بيكي. الو. ايوه اهلا بيكي مدام وفاء، اتفضلي. ازي حضرتك كنت متصله بينا من بدري ومستنيه الدكتور، اتفضلي. مدام وفاء، انا بشكرك وبشكر الاعداد وبشكر الانسه اللي ردت عليا. الله يخليكي، اتفضلي. ايه هي اسئلتك؟ وبحيي الدكتور. اتفضلي، ليكي اي سؤال او استفسار. بص حضرتك، انا عندي تاكل في الغضاريف. ايوه عندي تاكل في الغضاريف. مع حضرتك، اتفضلي. ايه المشكله؟ فانا
اقدر امشي ساعه كل يوم ينفع ولا ما ينفعش؟ انا بسال الدكتور وبشكركم. حاضر، شكرا على اتصالك. هي السؤال، هي دكتور هي عندها تاكل في الغضاريف، هل ينفع تمشي كل يوم نص ساعه ولا لا؟ يعني حضرتك على حسب درجه التاكل اللي عندها، يعني الموضوع ده كبير جدا، لازم نعمل الاول تفاصيل معينه، فحوصات واشعاعات، ونقدر نعرف يعني المشي مصلحتها ولا نقلل المشي. ما اقدرش اجاوب على السؤال من غير الفحوصات والاشعه بشوف المريض نفسه، والمرحله اللي صعب هي قوي فيها. يعني طبعا سؤال صعب يسال في التليفون ويترد عليه. طب قبل الفصل يا دكتور كنت بنتكلم بالنسبه للاقزام، ان هو ممكن ان احنا نطولهم 25 او 30 سنتي، ده اقصى حاجه ممكن نعمله؟ وهل بيتم على مراحل، يعني على مدى بيتم على سنين معينه؟ كذا مرحله. هو مش موضوع اقصى حاجه، هو موضوع حضرتك ان احنا يعني لازم بنعمل توازن ما بين درجة طبعًا. التطويل والحدود الآمنة للتطويل. يعني أنا ما أقدرش أعمل عملية تطويل كبيرة أو أطول مثلا 13-14 سنتي في عملية واحدة، 100% هيأثر على وظائف المفاصل. فإحنا بنعمل حركة توازن ما بين وظيفة المفاصل وما بين الطول اللي احنا عايزين نوصل له، علشان المريض عايز يمارس حياته بشكل طبيعي. يعني أنا عندي مثلا واحد مريض رياضي بيمارس رياضة، أنا عايزه بعد العملية يرجع يمارس الرياضة بتاعته طبيعي، ما يبقاش في أي تأثير عليه. فإحنا لينا حدود آمنة نقدر نطول فيها. الحدود دي في حدود لو مثلا شخص قصير القامة عادي مش قزم ولا حاجة، تكون في حدود 6-7-8 سنتي حد أقصى. ما بنحبش نطول أكتر من كده، هو ممكن مش مستحيل بس مش مستحب. بالنسبة للأقزام بنقدر نطول في العملية الواحدة 10-11 سنتي، ما فيش مشكلة. بالنسبة لعملية إطالة العظام يا دكتور، هل عليها إقبال في مصر؟ في ناس كتيرة بتقبل على العملية دي، ولا في إقبال بسيط بالنسبة للمصريين على العملية دي وعندهم توعية وفكرة كبيرة عن الموضوع ده ولا لا؟ بالنسبة للتطويل التجميلي مش كده؟ تطويل الحالات المرضية، يعني وحد مثلا عنده ساق أكثر من الساق الأخرى أو كده، ده حالة مرضية لازم لازم نعالجها. يعني بالزبط. لو حضرتك قصدك التطويل التجميلي، يعني ممكن يكون ابتدى في السنة السنتين الأخرين يكون في وعي شوية، لكن قبل كده الحقيقة ما يعني بيبقى 98% من المرضى من الأجانب مش المصريين. احنا معانا صورة نتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده، معانا صورة هنا دي بتوضح. ده كان مريض عندي من السويد، ده دي إطالة تجميلية. طبيعي، شخص طبيعي، هو لاعب كرة قدم وما زال بيلعب كرة قدم دلوقتي محترف في السويد. ده حضرتك قبل التطويل وبعد التطويل. طيب معانا اتصال تاني، رفعت. الو الو، اهلا بيك استاذ رفعت، اتفضل. ايوه مع حضرتك، اتفضل سامعينا. بس عايز اسال البرنامج بتاعك وربنا يبارك لكم. الله يخليك، اتفضل. الله يحفظك. عايز بس اعرف بس خشونه المفاصل، لان طبعا المسكنات ما عملتش نتيجه ومش عارف اعمل ايه. معلش ما سمعتش يا استاذ رفعت، ايه المشكله؟ المسكنات. المسكنات طبعا هفضل طول عمري اخد مسكنات؟ حضرتك بتاخد مسكنات لايه؟ لخشونه المفاصل. خشونه المفاصل. حاضر، ليك اسئله ثانيه؟ زائد البرشام المتعارف عليه بالنسبه. حاضر شكرا. هو سؤاله يا دكتور برضو عنده مشكله خشونه المفاصل، وخشونه المفاصل دي منتشر للاسف عند المصريين بنسبه كبيره جدا. مشكلتها ان الناس فعلا بتلجأ للمسكنات، المسكنات دي عشان يخففوا الالم. هل المسكنات دي بيستمر عليها طول حياته، ولا طبعا دي بالمتابعه مع الدكتور بينظمها مع الدكتور؟ يعني حضرتك احنا مش مستحب خالص ان المريض ياخد يعني مسكنات بصفه دائمه. يعني احنا المسكنات بنديها للمريض اسبوع 10 ايام اقصى حاجه. فلو في خشونه في المفاصل يفضل ان المريض يتعالج من الخشونه، يتعالج بقى يعني تشوف ايه سبب الخشونه دي ومكانها فين. في حاجات بتبقى يعني في اماكن محدده بتحتاج منظار مثلا جراحي، بتحتاج في خشونه درجه كبيره جدا بتحتاج تغيير للمفصل نفسه. في حاجات بتيجي مع حقن معينه، بنحاول نعالج سبب الخشونه، لكن ان احنا ناخد مسكنات كتير طبعا فيها اذيه للشخص او المريض. بالنسبه للاطاله التجميليه يا دكتور، الاطاله التجميليه دي ممكن اي سن نبتدي في اطاله تجميليه، ولا في يعني سن معين بيبتدي فيها، وازاي العمليه بتتم؟ هو حضرتك يعني مفيش يعني سن محدد معين. يعني انا في مريض من الولايات المتحده كان موفي ستار مشهور جدا في هوليوود. طيب
كان سنه عملتهاله كان سنه 48 سنه. نعلق على الفيديو ده عشان الدكتور نشوفه. ودي ده فيديو لمريض بيجري ده الجهاز اللي هو مستخدمينه في عمليه التطويل. هو المريض بيجري بالجهاز علشان الجري يعني ده احنا مش بنعمل العمليه والمريض بينام في السرير. ما ده قصدي يا دكتور ان هو ده هيبقى كتمرين ليه لازم وهو حاطط الاجهزه دي بيتحرك. يعني احنا بنعمل العمليه والمريض بيتحرك وبيمشي يمارس حياته طبيعي. في اللي بيروح شغله بيعمل يؤدي العمل بتاعه. مش بنعمل العمليه والمريض هينام في السرير. دي عمليه المريض بيعملها وبيقدر يتحرك. سواء استخدمنا مثبت خارجي زي ده او سواء استخدمنا برضو حاجات حديثه زي المسامير الداخليه. ايه الفرق يا دكتور بين المثبت الخارجي والحاجات الحديثه اللي حضرتك بتقول عليها المسامير الداخليه؟ علشان حضرتك نطول العظم لازم يعني نثبت العظم. بنعمل قطع في العظمه نفسها وبعدين بنبتدي نبعد العظام عن بعضها بالتدريج بمقدار مثلا 3 4 مللي لملي يوميا. علشان نبعدها عن بعضها لازم انا اقدر حاجه يعني اكون مثبتها في العظام كويس واقدر ابعدها عن بعضها. فبنستخدم حاجه اما مثبت خارجي يعني بتثبت جهاز زي اللي احنا شفناه في في الفيديو كده بيبقى راكب من بره. وده اساسي يا دكتور في كل العمليات المثبت الخارجي. لا ما انا بقولها لحضرتك نقدر نستخدم مثبت خارجي او مثبت داخلي. مثبت داخلي يعني مسمار بنزرعه داخل العظمه والمسمار ده هو اللي بيعمل لنا التطويل. ده بيعمل التطويل عن طريق طرق مختلفه، يا اما باستخدام موجات كهرومغناطيسيه او مغناطيس خارجي بنمشيه والمسمار نفسه يطول. والمسمار بيفضل في الجسم في العظم موجود مدى الحياه؟ لا نقدر نشيله بعد كده مش مشكله. اما موجات كهرومغناطيسيه او في مسمار تاني بيشتغل مانيوال، يعني المريض بيحرك رجله حركه معينه المسمار يطول. وفي نوع مسمار تاني بيستخدم ليه موتور داخل المسمار. الموتور ده ليه ريموت كنترول واحنا بنقدر نتحكم فيه من الخارج. طيب معانا اتصال رفعت. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك استاذ رفعت. اتفضل. العاملين الكنترول والاستاذ اللي ردت عليا. الله يخليك. اتفضل استاذ رفعت. مع حضرتك طبعا يا دكتور. انا عندي 37 ووزن 105 والمفاصل بتاع ربعي لما باجي استربع بتوجعني الخشونه، طب اتعامل ازاي معاها؟ حاضر هنحاول نجاوبك استاذ رفعت. شكرا. هو برضو نفس المشكله يا دكتور، عنده خشونه في المفاصل. الحلقه عن تطويل العظام، انا مش متخصص في الخشونه. حضرتك طيب للاسف مش هنقدر نجاوبك عن خشونه المفاصل. طب بالنسبه حضرتك كنت ذكرت ان هو في مسمار هو اللي بيطول العظام بعد كده، يا ريت حضرتك تقول لنا يعني العمليه بتتم ازاي وبعد العمليه ايه اللي هي الاحتياطات اللي لازم يتبعها المريض، وهل بعد فتره قد ايه من العمليه يقدر يتحرك المريض؟ هو احنا حضرتك يعني في كل الاحوال بنحب ان المريض يتحرك بعد العمليه بدري. يعني بعديها بدري بقد ايه يعني تقريبا؟ يعني هيبقى عنده القدره يومين يا دكتور؟ يومين ثلاثه من العمليه لازم يبتدي المريض يتحرك. في الفترة الأولانية ممكن المريض يتحرك بمشاية أو بكراتشز اللي هي العكازات. بالظبط العكازة العكاكيز يعني أو بعصاية. تمام. لغاية لما يبقى يعني اكوموديتد على وضعه مع الجهاز وكده هو بيقدر يتحرك وبيقدر يجري زي ما حضرتك شفتيه بالجهاز. سواء استخدمنا الجهاز أو المسمار تقريبا هي الاحتياطات واحدة. طب معانا اتصال تاني. هدى ألو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا هدى اتفضلي. انا بحالي بقول لحضرتك والله انا الو معاكي. انا بنتي عندها 19 سنه. أيوة. كانت في سن معين او في مرحله معينه من عمرها في حوالي مثلا 12 سنه او 11 سنه وشويه. أيوة. كانت تفوق طول مسيلتها. مالها وصلت كانت تفوق يعني طول مسيلتها. طولت يعني زياده ولا؟ نعم. مش فاهمه سؤال معلش عيدي تاني. بنتي كانت في سن معين وعند 11 او 12 سنة حصل لها ايه بعد كده؟ سنها يعني طولها وقف عند طول وقف. معين بقت اقل من مسيلتها. فانا عايزه اعرف يعني السر ايه في كده، وهل ممكن علاجه بدون جراحه؟ طيب بس انتوا يعني انت طويله جوزك طويل يعني العيله عندكم؟ أيوة. اطوالها ايه كويسه؟ أيوة ولا الحمد لله معقول جدا يعني. وهي طولها قد ايه دلوقتي؟ انا مش حاسبه بالطول ولكن هي بقت اقل من مسيلتها يعني اللي يشوفها لما كبرت في السن اللي هو بتاع النطق كان يقول ان هي تطلع ان شاء الله يعني قد اللي هي في حالين ونطق.
انت سؤالك سؤالك لكن دلوقتي هي طول معين وقفت كل اللي سنها اطول حاسه ان هي اقصر اقصر منهم. طيب حاضر هنجاوبك استاذ. شكرا شكرا. هي بنتها طولت اكتر من اللازم؟ لا لا لا، هي بنتها هي 19 سنه دلوقتي، وعند 11 او 12 سنه هي حست ان طولها وقف، وطولها دلوقتي عند 19 سنه حاسه ان هي اقصر من باقي من اصحابها مثلا او قرنائها. فهل تقدر في السن ده ان هي تعمل اطاله عظام؟ لا، هو حضرتك يعني احنا الموضوع ده بيبان من بدري. احنا في عندنا برامج كمبيوتر سوفت وير بنقدر نحسب منها، يعني مجرد ما الام بتشوف ان الطفل حاسه ان الطفل ده اقصر من اللازم او حتى اطول من اللازم بالمقارنه لقرنائه في المدرسه او في محيط الاسره او كده، بيفضل انها تجي لنا وبنقدر نحسب هيبقى طوله قد ايه عند البلوغ. تمام. وبالتالي نقدر نخطط لو هو هيطلع قصير ممكن في علاجات زي بيكون بنشوف نعمل اختبار مثلا لهرمونات النمو حاجه زي كده. ساعات احيانا بيكون في نقص في هرمون النمو ونقدر ندي هرمون النمو، فمن بدري بيبقى الامور كويسه. لو هيطلع اطول او بنت هتطلع اطول من قرنائها يعني طولها زياده قوي مش مطلوب برضو، لان الطول الزياده بيكون اعاقه خاصه البنات. فبنقدر ان احنا من بدري بنتعامل برضو مع المشكله دي، يعني احنا بنقدر نيجي لما نوصل لسن معين عند طول معين خلاص انا مش عايز اطول زياده عن كده، بنقدر نعمل تثبيت لمراكز النمو فنوقف الطول على ما هو عليه عشان ما تطولش تبقى ايه يعني حاجه تعمل لها اعاقه مستقبلا في في حركتها، ومش مطلوب قوي ان البنت تبقى طويله اكتر من اللازم. لو هيكون برضو قصير بنقدر نشوف سبب الاسر ده ايه ونقدر نتعامل معاه. محتاج عمليه تطويل، بنحدد بقى ميعاد العمليه دي امتى. طبعا. وبيفضل عن يعني بعد البلوغ لو بعد هنعمل البلوغ. بعد البلوغ لو هنعمل عمليه تطويل تجميلي. طيب معانا اتصال تاني. منى الو. ايوه اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضلي من فضلك. يعني بالنسبه لسيده كبيره او راجل برضه كبير ايوه فوق التسعين هو كان بيمشي داخل الشقه يعني عشان ما بينزلوش تحته كده، فجت في وقت كلبشت في الارض وما بقتش قادره تقوم يعني. أيوة. هي مش مشلوله ولا حاجه لكن رجليها بتتحرك وكل لكن مش قادره تشيل جسمها. ايوه. فهذا بس عندها سكر قديم يعني مزمن. ايه السبب؟ هل هي مثلا كدمات او حاجه أو مثلا وقعت كتير في الارض بس من مسافه واطيه، ولا ايه سبب ان هي مش قادره تشيل جسمها يعني برغم انها مش مشلوله مش قادره تمشي؟ فمش عارفه. طيب هنجاوب هنحاول نجاوب. هل مرض السكر بيعمل حاجه في الاربطه او الحاجات دي؟ ويعني هي مش موضوع شلل لكن موضوع ان هي مش قادره تشيل جسمها مش قادره تتمشى. ونفس الحكايه برده رجل صديق زميلتي برده كان بيمشي بروح البلكونه وكله راجل فوق 81 سنه دلوقتي مش قادر يمشي قايد الفراش يعني لكن مش مشلول ولا حاجه. سلامتهم الف سلام. هنجاوبك هنحاول نجاوبك لان الدكتور مش تخصصه قوي الموضوع ده. لا هي نوع من العضلات والاربطه بتاعت العضلات. هو هنحاول نجاوبك. حاضر شكرا. هي المشكله يا دكتور ان في سن كبير سيده وراجل سن كبير عند سيده عندها 80 سنه وراجل يعني عدى برضو ال 80 عندهم مشكله ان هم ما بيقدروش يتحركوا. هل دي هتقدر يعني اكيد ليها اسباب كتيره مش سبب واحد ما نقدرش يعني ان احنا نجاوبها يعني دلوقتي. غالبا بيكون سببها حريق خشونه المفاصل ان خلاص الغضاريف بتكون اتاكلت ومحتاج يعني لازم الشخص ده يروح يشوف المشكله ايه سبب عدم الحركه ايه. هل في ضعف في العضلات محتاج علاج طبيعي لتقويه العضلات؟ هل خشونه في المفاصل بايظه محتاجه تتغير محتاج علاج؟ يعني اسبابها كتير. بالنسبه للطرق الجديده والحديثه يا دكتور حضرتك ذكرت الطرق الجديده والحديثه من بعضها ذكرتها ان هي المسمار اللي بتحط في الرجلين. المسمار ده برضو لو هي العمليات التجميليه بس بتتم في الايد في الرجلين في القدمين بس؟ لا في الرجلين او في الدراعين برضو وبتبقى نفس الاجراءات يا دكتور ولا برضو نفس الموضوع بس الدراع بيكون اسهل لان يعني الرجلين هي اللي بنمشي عليها فالدراعات بتكون اسهل في التطويل من الساقين. والنسبه قد ايه برضو بقى في نسبه معينه بتبقى هي النسبه عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده في نسبه طبعاً. معينه طبعا ايه هي يعني حضرتك احنا المفروض بقى في يعني لازم يكون في تناسق في شكل الجسم طبعاً. نسبه وتناسب ما بين طول الذراع وهو الواحد واقف بيكون ايده واصله لغايه فين بالنسبه له. دايما في الاقزام مثلا بتبقى الايد واصله لغايه مستوى قليل فاحنا
على حسب، لازم نقيس الطول الدراعات ونشوف علاقتها بطول الجذع وطول الساقين عشان نقرر هنطول قد ايه. والعمليه بتبقى لازم التطويل يتم في الذراعين والساقين الاثنين مع بعض؟ لا مش لازم، مش لازم يعني. في عمليات التطويل التجميلي ممكن نعمل عمليه واحده نطول مثلا 7 8 سنتي في الساقين من تحت الركبه، و 80 85% من المرضى بيكونوا ساتسفايد او مبسوطين بالنتيجه دي، ومش عايزين حاجه اكتر من ال 7 8 سنتي. يعني واحد طوله مثلا كان 165 هيبقى فوق ال 170 بعد العمليه، خلاص مش محتاج عمليه ثانيه. في واحد ثاني اقل او واحده ثانيه اقل بنحتاج نعمل عمليتين. فبتعتمد على حسب عوامل كتيره يعني. طب العمليات يا دكتور، في يعني نسبه التطويل بتتم على كذا مرحله من العمليات؟ على حسب نسبه التطويل بتتم على كذا مرحله من العمليات؟ يعني بتبقى اكتر من عمليه في نسبه التطويل، يعني نسبه التطويل في عمليه واحده لازم نلتزم بنسبه يعني معينه؟ لا يفضل ان احنا نطول اكتر من 7 8 سنتي، اكتر من كده ممكن يتسبب في مشاكل. حتى لو استنينا مثلا سنين بعد كده ممكن نعمل عمليه ثانيه ولا ممكن نعمل عمليه ثانيه تطويل 7 8 سنتي من عظمه ثانيه؟ يعني مثلا انا بعمل عمليه لتطويل الساقين، تمام، العمليه الثانيه ممكن اعملها لتطويل الفخذين. لو هعمل اطول مثلا 15 سنتي في الساقين والفخذين ممكن اضطر ان انا اطول الدراعات عشان يبقى في تناسق في شكل الجسم. ولازم نستنى فتره معينه لو هنعمل عمليه تطويل او عمليه اطاله اخرى في مكان اخر لازم نستنى فتره معينه؟ لازم نستنى، نستنى وقت معين ما بين العمليه وعمليه؟ على الاقل من 6 شهور لسنه على الاقل. من 6 شهور لسنه. طب بعد العمليه يا دكتور، يعني حضرتك قلت ان المريض بيبدا يتحرك بسهوله بعد العمليه، هل في تمارين معينه لازم يتبعها؟ يعني حياته بعد العمليه بتكون ازاي؟ في تمرينات طبعا، في تمرينات بنديها للمريض يعملها من يعني اهم حاجه اللي هي فتره الشهرين ثلاثه الاولين بعد العمليه اللي هي فتره التطويل. احنا العمليه عندنا مراحل، بيبقى فتره التطويل الاول دي بتاخد شهرين لثلاث شهور، بعدها بيوصل المريض للطول المطلوب. بعد كده بتبتدي فتره تماسك العظام، دي بتاخد حوالي مره ونص قد فتره التطويل. يعني احنا طولنا في شهرين ثلاثه، بناخد ثلاث اربع شهور تانيين على ما يحصل تماسك للعظام المكونه حديثا، لان ما نقدرش نشيل الاجهزه او المسامير اللي احنا ركبناها قبل ما يحصل فول كونسوليديشن او تماسك تام للعظام اللي هي المكونه وتبقى صلبه تقدر انها تشيل. لان العظام اللي هي المكونه الجديده دي احنا مش حاجه احنا بنجيبها او مش بنفتح العمليه كلها بتتعمل من حضرتك من فتحه 3 4 مللي صغيره. الناس فاكره ان احنا بنفتح بقى العظام ونحط حاجه من بره، الكلام ده ما بيحصل للاسف يا دكتور. وقتنا خلص، لكن بشكرك معانا وبشكرك لوجودك معانا وشرفتنا. ميرسي يا فندم، شكرا. مشاهدينا، اتمنى تكون الفقره الحلقه والفقرات استفدتوا منها. استنونا كل يوم الساعه 2 ل 3 موضوع جديد وحلقه جديده ولايف كلينيك.